فقط، يعني راح نحكي عن إشي اسمه البيرسونال هايجين أو الهايجين بالعموم. تمام، الهايجين يعني مصطلح عام، يعني معناتها النظافة، كويس، باللغة العربية معناتها النظافة أو الكلينلنس أو المحافظة على النظافة الشخصية. إن شاء الله يعني الحديث راح يكون عن how to assist client، تمام، in performing or in implementing or intervening to get اللي هو personal hygiene. فهو الهايجين بالعموم it's the science of health and maintenance of health، كويس، يعني هو عبارة عن علم بيهتم بالصحة بشكل عام وفي maintenance of health، هذا بالنسبة للهايجين، كويس، يعني بيدخل من ضمنه كذلك اللي هو infection control، تمام، أو اللي هو ضبط العدوى، كويس. الآن البيرسونال هايجين بالتحديد is the self-care. Self-care معناتها العناية بالذات by which people attend to such functions اللي هي البيثنج، الحمام، toileting، الذهاب إلى الحمام والمحافظة على النظافة الشخصية، تمام، و general body hygiene. ولما بقول general body hygiene نشمل كل البادي، بيشمل السكن، الهير، النيل، التيث، الماوث، الإير، الآي and perineal area، بمعنى إنه هو بيشمل كل أجزاء الجسم بما في ذلك الشعر والأظافر والأسنان والفم، العين والأذن، واللي هي المنطقة البرينيال أريا، لمنطقة البرايفت أريا، تمام، كويس، اللي هي لما المريض بيعمل تويلتينج أو لما بيروح على الحمام زي ما قلنا بحاجة إحنا نساعده وننظف المنطقة هاي. ورح نحكي إن شاء الله عن يعني آليات المساعدة، ورح نحكي إنه من ضمن الأشياء اللي نعملها بيعتمد على الديجري of dependence and independence، بمعنى انه قديش المريض هذا بيقدر يشتغل اشياء لحاله وقديش بيلزمه اشياء احنا لازم نساعده فيها. الهايجين is highly personal matter، بمعنى انه هو شيء شخصي، كويس، وبيختلف من شخص الى اخر، واختلافه من شخص الى اخر بيعتمد على الانديفيديوال فاليوز، بمعنى انه في عندي معايير وقيم شخصية هي اللي بتحدد النظافة. يعني في ناس مثلا لازم كل يوم ياخذ شاور، مثلا بنهاية الأسبوع ياخذ باث، تمام، في ناس لازم كل يوم ياخذ باثينج، في ناس مثلا كل يوم بعد يوم، في ناس مرة واحدة بالأسبوع باث. فهو يعني شيء شخصي، كويس، من ناحية النظافة الشخصية. في ناس مثلا بتفرشي أسنانها باليوم مرتين، في ناس بتفرشي أسنانها مرة واحدة، في ناس يعني بالمناسبات بتفرشي أسنانها، يعني هذا زي ما قلنا شيء شخصي. في ناس مثلا بتروح على الحلاق بتعمل جرومينج مره واحده في الشهر، في ناس مرتين في الشهر، في ناس بيروح كل اسبوع مره، تمام، فهذا زي ما قلنا بالنهايه شيء شخصي. لكن بالعموم البيرسونال هايجين، the purpose of personal hygiene او الهدف من البيرسونال هايجين is to promote cleanliness اللي هو المحافظه على النظافه العامه، اضافه الى ذلك انه احنا we are providing the client with comfort and relaxation، كويس، حتى احيانا بعضنا يعني اغلبنا يعني بيكون تعبان وبيكون ماشي طول اليوم او حتى بيكون مثلا عامل رياضه او شيء من هذا القبيل، لما بيتحمم بحس بنوع من الراحه وبحس بنوع من الاسترخاء. كذلك الكلينلنس improves self image، يعني بمعنى اخر بتحسن نظره الشخص الى نفسه، وهذا مهم كثير كمان لما خلينا نحكي to support the patient and to improve patient self image. Also بتحافظ على promote healthy skin، والسكن مهم جدا، رح نحكي كمان شوي عنه على ال functions of skin، كونه هو يعني اكبر، طبعا على فكره اكبر عضو بجسم الانسان اللي هو largest organ in body اللي هو السكن، تمام، كويس. وفي عنا شيء بنسميه احنا surface area او اللي هي المساحه السطحيه للسكن في جسم الانسان، واللي بتختلف من شخص الى اخر، لكن زي ما قلنا بالعموم بتشكل هي اكبر جزء من جسم الانسان، largest organ، اكبر من الليفر، اكبر من الانتستنز، اكبر من اي جزء ثاني في اجزاء جسم الانسان المختلفه، ورح نحكي عن وظائفها وعن خلينا نحكي ليش احنا بنهتم بالحفاظ على الجلد ونظافه الجلد. Hello, the type of hygienic practices care provided depends on the client's ability, needs and practices. بمعنى انه انا في عندي مجموعه من المحددات بتحددني انا
شو هو نوع المساعدة اللي أنا بدي أقدمها للمريض فيما يتعلق بالحفاظ على نظافته الشخصية؟ أولاً قدرات المريض، هل هو قادر مثلاً يفرش أسنانه، هل هو قادر يمسح شعره، هل هو قادر يروح على الحمام أو لا. بتعرفوا إنه المرضى ممكن يكونوا لا. أوكي تمام، المرضى ممكن يكونوا مختلفين، قدراتهم تختلف كويس. يعني في شخص ممكن يكون fully dependent كويس، بمعنى أنه هذا الشخص مثلا نايم بالفراش، وزي ما قلنا أنه بعض الأشخاص ممكن يكونوا فاقدين للوعي، وبعضهم ممكن يكونوا عندهم عدم القدرة على الحركة، مثلا ممكن يكون في عندهم hemiplegia أو اللي هي الشلل، فهذولا قدراتهم تختلف. وفي شخص ممكن يروح ويجي عادي، بيكون جاي على المستشفى مشان يعمل عملية مثلا. فإحنا خلينا نحكي المساعدة اللي احنا بنقدمها لهم فيما يتعلق بالبيرسونال هايجين بتكون مختلفة. الآن المريض ممكن يعني يكون زي ما قلنا قبل شوي في عنده نيدز مختلفة، يعني مريض مثلا بده يروح على العمليات لازم مثلا يتحمم قبل ما يروح على العمليات. احيانا اذا كان في عندي مثلا بيج ابدومينال سيرجري او جراحه بطنيه كبيره يعني نوعا ما، بيحتاج لانه يتحمم مثلا ببوفيداين ايودين، او اللي هو خلينا نحكي صابون بيحتوي على ماده اليود حتى نعقم الجلد، او ليش اقول نعقم الجلد، حتى ننظف الجلد من اكبر قدر من الميكروبات الموجوده عليه. طبعا لا يعني لازم تعرفوا ان شاء الله بتاخذوا في الميكروبيولوجي انه في شيء بجسم الانسان اسمه النورمال فلورا كويس، اللي هي المايكرو اورجانيزمز اللي بتعيش بجسم الانسان. في نوع من البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس اوريوس موجوده على الجلد، وتعتبر من ضمن النورمال فلورا الموجوده على الجلد، يعني من ضمن البكتيريا اللي بتستوطن الجلد وبتعيش فيه كويس. وفي عندي كذلك ملايين من البكتيريا وانواع الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الانتستنس كويس، الموجوده في الاستنس في الانتستنس، واشهرها زي ما بتعرفوا او زي ما سمعتوا في شيء اسمه الاي كولاي او الاشريشيا كولاي، هي من اشهر او اكثر انواع الكائنات الحيه الموجوده داخل الانتستنس. فهذا بهمني لما المريض بده يروح على العمليه على سبيل المثال انه اقلل من الكونتامينيشن او اقلل من كميه البكتيريا الموجوده، فممكن بعمل حمام للمريض او بساعد المريض. لذلك حاجات المريض بتختلف من واحد الى اخر، وكذلك البراكتسز، يعني احنا كمسلمين مثلا نتوضا تمام يوميا مثلا يعني 5 مرات للصلوات او مثلا 3 مرات وهكذا، او ممكن يكون في عندنا اللي هو قضية الغسل مثلا بنهاية الأسبوع يوم الجمعة مثلا. ففي عندي أشياء مرتبطة مثلا بالدين أو مرتبطة بالعقيدة، وهذا بيحدد البراكتسز بالنسبة للشخص. طبعا as a nurses we are commonly use the following terms to describe types of hygienic care. إحنا بنزود المرضى، بنساعد المرضى في العناية بأنفسهم، العناية بالنظافة الشخصية. طبعا من ضمن ايش؟ من ضمن الروتين كير، لما نقول روتين كير اللي هو العنايه الروتينيه اللي احنا بنقدمها للمرضى. اولا في عندي شيء اسمه الايرلي مورنينج كير، الايرلي مورنينج اللي هو الصباح الباكر، تمام؟ شو يعني الصباح الباكر؟ This care أو this type of care is provided to clients as they awaken in the morning، يعني مع صحوتهم في الصباح. طبعا احنا بنفترض انهم بصحوا بكير، يعني مثلا نقول 5 صباح او يعني 5 او 6 صباحا. بيتضمن مثلا providing urinal or bed pan، اذا المريض مش قادر يروح على الحمام نعطيه اليورينال، اليورينال اللي هو الوعاء هذا اللي بيقضي فيه حاجته بيبول فيه، او البيد بان اللي بيقضي اللي بيعمل ديفيكيشن فيه بيخرج فيه، تمام؟ بيتضمن washing the face and hands، غسيل الوجه واليدين، كذلك giving oral care اللي هو تقديم العنايه بالفم، والاورال كير كذلك راح تاخذوه بمختبر الفاندمنتال، ما بعرف اذا انكم بداتوا فيه او لا. الآن المورنينج كير كويس اللي هو is often provided after clients have breakfast، يعني بالعادة البريكفاست بيكون الساعة 6، فالإيرلي مورنينج كير بتكون قبل الستة أو 6. الآن بعد البريكفاست 6:30 أو 7 اللي هو بينعمل المورنينج كير، تمام؟ أو أحيانا ممكن نعمل before breakfast، بتضمن كذلك نفس الإشي providing care for elimination needs اللي هم اليورينال أو البيد بان، أو حتى أحيانا ممكن إذا المريض نايم بالفراش ممكن نغير له الدايبر كويس، الدايبر اللي هي الحفاضة، تمام؟ إذا كان المريض عنده مشكلة كويس بيقدرش يروح على الحمام لحاله.
احيانا ممكن نعمل بيثنج اور شاورينج للمريض في الصباح، والبيرينيال كير او اللي هي العنايه بالمنطقه هاي اللي هي منطقه او البرايفت اريا حنسميها، وكذلك ممكن نعمل له باك مساج واورال نيل اند هير كير. تمام، ميكينج كلاينتس بيد از بارت اوف مورنينج كير اللي هو البيد ميكينج، وكذلك راح تتعلموه او تعلمته في الفاندمنتالز العملي. الان في عندي اورز اوف سليب كير اللي هي ساعه النوم، تمام، يعني خلينا نقول اللي هي او احنا بنسميها الافترنون كير اللي هو كير بروفايدد تو كلاينتس بيفور ذي ريتاير فور ذا نايت، يعني بمعنى اخر قبل ما يروح على النوم، وبالعاده انه يعني بتكون مثلا بعد الساعه 6، يمكن من الساعه 6 للساعه 8 المساء. و this care usually involve providing care for elimination needs, washing face and hands, giving oral care and giving back message. لان احيانا في عندي as needed care او احيانا بنسميها PRN. PRN procrinata. Procrinata او as needed. تمام؟ Care is provided as required by the client. For example, a client who is diaphoretic, sharing diaphoretic, يعني sweating a lot, sweating profusely, يعني المريض بيعرق كثير, may need more frequent bathing and change of clothes and linen. مريض بيعرق كثير نتيجة أنه مرتفع درجة حرارته أو عنده مشكلة معينة، هذا بحاجة لإيش؟ لتغيير أكثر. زي ما قلت لكم قبل شوي، مريض رايح على العمليات أو مريض جاي من العمليات أو مريض مثلاً بده يعمل certain procedure خصوصا فيما يتعلق بالسكن، هذا بيلزمه PRN care أو as needed care. الآن إيش هي العوامل اللي بتأثر على الهايجين أو على النظافة الشخصية، خلينا نسميها personal hygiene؟ في عنا الكلتشر، الثقافة العامة. هلا شو الكلتشر المنتشرة بين الناس مثلا ببلد معين؟ في ناس مثلا زي ما بتشوفوا بالهند مثلا أو ببعض البلدان بيروحوا بيستحموا بالنهر، فهذا جزء من الكلتشر. في عندي الريليجن، وحكينا قبل شوي انه احيانا بعض الريليجس براكتسز، يعني احنا بتعرفوا عنا كبالاسلام انه عندنا قص الاظافر، حلق الشعر وحلق شعر العانه مثلا، وقضيه الغسل وقضيه الوضوء، هاي كلها من ضمن البراكتسز الدينيه. الانفايرمنتال والسوشيو ايكونوميك ستاتس، طبعا بنعرف ان الناس الهاي سوشيو ايكونوميك ستاتس يعني الهايلي ايدوكيتد واللي عندهم انكم عالي، تمام، بتلاقي في عندهم ايش سبيشال كونسيدريشن فيما يتعلق بالهايجين، والهايجين المفروض يكون في عندهم افضل. الديفلوبمنتال ليفل يعني العنايه بطفل صغير حديث الولاده غير العنايه بشخص كبير السن غير العنايه بادلت. الهيلث اند انرجي، وهذا قلنا بيحدد قدرات الشخص على القيام بالنظافه الشخصيه، يعني ذوز بيبل هو لوس انرجي مثلا او عندهم مشاكل في الطاقه او مش قادرين نتيجه اصابتهم بمرض معين او نتيجه مثلا عدم قدرتهم على القيام بالعنايه بانفسهم بحاجه لمساعده. كذلك اللي هو البيرسونال ريفرنسز او البيرسونال بريفرنسز اللي هي الاشياء اللي بفضلها الشخص، شو نوع الشامبو، متى يتحمم، كيف يتحمم، بده يتحمم بمي دافيه، بده يتحمم بمي ساخنه، وهكذا. هذا اسمه بيرسونال ريفرنسز او بيرسونال بريفرنسز. طيب الان الفانكشنز اوف سكن، وقلنا انه السكن جزء كبير او جزء مهم من ايش؟ من الجسم، كويس. واولا البروتكشن، تعرفوا انه الفيرست لاين اوف ديفنس، كويس، او اول خطوط الدفاع ضد الميكروبيال انفكشن او ضد الانتان الميكروبي او الانتان البكتيري اللي هو السكن، يعني لولا السكن كان الانسان او جسم الانسان صار فيه انتانات او انفكشن بكل الاماكن. فلذلك بنقول انه احيانا بعض الناس مثلا لما يعملوا عمليات او لما بصير في عندهم حروق او لما بصير في عندهم جروح، كويس، بيكونوا عرضه لايش؟ للاصابه بالانفكشنز. ليش؟ لانه صار في عندي بورتال اوف انتري للبكتيريا، صار في عندي منفذ تنفذ منه البكتيريا الى داخل جسم الانسان. يعني قبل شوي قلنا انه في عندي النورمال فلورا، لكن النورمال فلورا هاي عايشه على السكن من برا، تمام، يعني ما بتدخل للداخل فما بتسبب انفكشن، لان مجرد وجود جرح قطعي هذا بيؤدي الى ايش؟ الى دخول البكتيريا للداخل واحداث نوع من انواع الالتهابات. كذلك البادي تمبريتشر ريجوليشن، ويمكن حكينا عنه هذا بالتمبريتشر، وقلنا انه احنا بنفقد حراره، كويس، وبنكتسب حراره بشكل رئيسي عن طريق ايش؟ عن طريق الجلد. السنسيشن، الاحساس، في عندي خلايا بنسميها اللي هي السنسوري نيورونز او اللي هي النيورونات الحسيه او العصيبات الحسيه اللي بتساعدنا على الاحساس، اللي هو في عندي التاتش والبرشر، كويس، والبين سنسيشن.
طبعا كل واحدة فيهم وفي آليات مختلفة لنقل الإحساس اللي هو البرين كورتكس أو اللي هي القشرة الدماغية لتفسير هاي الإحساس. كذلك الإكسكريشن، الإكسكريشن اللي هو الإخراج، والإخراج اللي هو عن طريق اللي هو زي ما قلنا عن طريق السويتنج أو عن طريق الديافوريسيس. ديافوريسيس وسويتنج the same thing. كذلك اللي هو maintenance of water and electrolyte balance. وعشان هيك بنقول مثلا إنه الناس اللي بصير في عندهم حروق وبصير في عندهم فقدان لجزء من السكن، كويس، بصير عندهم إيش؟ بيفقدوا سوائل وبيفقدوا إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم بشكل رئيسي، والكالسيوم أو اللي هي الإلكترولايت، تمام؟ الفقدان للصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مش عارف شو يعني إلكترولايت بالعربي. فالجلد بيحافظ على السوائل وكذلك الأملاح، إذا بنسميها ممكن نسميها الأملاح، وبيحافظ على الأملاح. الآن كذلك الفيتامين دي production and absorption، في عندي خلايا أو نوع من الغدد الموجودة بالجلد اسمها sebaceous glands أو الغدد الدهنية إذا بنسميها باللغة العربية. هاي بتعمل على تحويل اللي هو الفيتامين دي. طبعا في عندي بريكيرسر لفيتامين دي، والجزء من الفيتامين دي اللي بيستفيد منه الجسم اللي هو فيتامين دي 3، تمام؟ عشان هيك بنقول نحن لازم نتعرض للشمس، لانه الشمس بتخلي الغدد هاي تحول البريكيرسر فيتامين دي هذا لفيتامين دي 3، بيستفيد منه الانسان وبصير له ابزوربشن، وزي ما قلنا بيستفيد منه في بناء العظم، تمام؟ برضو كذلك، أو خلينا نحكي في تثبيت الكالسيوم في العظم، تمام؟ فهاي خلينا نحكي نبذة عن وظائف الجلد. هلأ بالنسبة للنيرسينج بروسيس، وشو الإشي المطلوب منا إحنا في النيرسينج بروسيس فيما يتعلق بالكلاينت أو الهايجينيك براكتسز. أولاً، we need to assess اللي هو الهيلث هيستوري أو التاريخ الصحي ل المريض هذا. زي ما قلنا بدنا نشوف الهايجينيك براكتسز، بدنا نشوف الكلتشر، بدنا نشوف الريليجن، بدنا نشوف الميل ولا فيميل اللي هو الجندر او السكس، تمام؟ بدنا نشوف كذلك الايج، لانه قلنا الهايجينيك براكتسز تختلف باختلاف الايج. الان هاي المعلومات كلياتها والانيبل اس بتساعدنا وبتمكننا، تمام، من تحديد احتياجات المريض، كويس، وكذلك بتخلينا نعرف إيش المريض بفضل فيما يتعلق بالهايجين، وبالتالي بيساعدنا على وضع كير بلان. طبعاً الهايجين كذلك بيلزمه كير بلان، أي نيرسينج انترفينشن بيلزمه كير بلان. كذلك بدنا نشوف السلف كير أبيليتيز اللي هي قدرات المريض على العناية بذاته، وبتساعدنا زي ما قلنا بتحديد اللي هي إيش كمية المساعدة أو قدر المساعدة اللي أنا بدي أقدمها للمريض. هل بدي أحمم المريض بسريره؟ هل بدي أودي المريض على الحمام يأخذ باثتب، كويس، أو بدي يأخذ شاور، كويس؟ وزي ما قلنا إنه في عندي بتحدد لي مجموعة من الأشياء ضرورية جدا. هل المريض able to balance for tub and shower، يعني هل المريض قادر يوقف على رجليه ويقوم مثلا؟ ممكن احيانا الناس يكون في عندهم hypotension، او زي ما قلنا قبل الفتره لما حكينا عن البلد بريشر عندهم orthostatic hypotension، هذول ما بيقدروا يتحمموا وهم واقفين، ممكن احممهم على كرسي او اوديهم على الحمام واخليهم يتحمموا على كرسي اذا كانوا قادرين يحمموا حالهم. احيانا في ناس عندهم activity intolerance، يعني احيانا ممكن يكون في ناس عندهم مشاكل بالrespiratory system، فما في عندهم O2، فبالتالي ما في عندهم طاقة حتى إنهم يتحمموا. أحياناً بيكونوا ضعيفين كثير، أحياناً بيكونوا كبار بالعمر، كويس، أحياناً بيكونوا صغار، أحياناً في ناس مثلاً بيكون في عندهم مشاكل بالcoordination أو التنسيق، زي مثلاً مريض عنده Parkinson's disease. بتعرفوا مريض الباركنسون دائماً في عنده tremors، كويس، أو اللي هي الرعشة، كويس، وما في عنده neuromuscular coordination اللي هو التناسق العصبي العضلي، فبالتالي بنلاقي انه في عنده مشاكل فيما يتعلق بالعناية الشخصية، فهذولا بدهم مساعدة اكبر، بدهم عناية اكثر، بدهم special consideration فيما يتعلق بالنظافة. الان كذلك من الاشياء اللي بدنا نعملها assessment اللي هي الفيجن. طبعا اذا المريض الفيجن عنده في مشكلة هذا لازم نساعده، يعني مثلا مريض السكري ممكن يكون في عنده
ريتينال ديتاتشمنت، او اللي هو احنا بنسميها الريتينوباثي، او مشاكل في الشبكيه، فهذا يضعف قدرته على الابصار، وبالتالي هو بحاجه لمساعده، وخصوصا فيما يتعلق مثلا لما بنقول في عندي دايابيتيك فوت او اللي هي القدم السكري، هذا المريض لازم يقص اظافره، لازم يحافظ على نظافه الرجلين حتى ما يصير في عنده قدم سكريه، فبالتالي هذا بحاجه لمساعده اكثر. كذلك في عندي الابروبريت جوينت رينج اوف موشن. هلا الرينج اوف موشن المقصود فيها اللي هو مدى الحركة، كويس؟ مدى الحركة مثلا خلينا نقول الأصابع، هذا اسمه range of motion، كويس؟ في إشي بيسموه flexion و extension. flexion اللي هو بديش أقول الانقباض، لكن نقصان الزاوية، كويس؟ أو اللي هو لما يضم المفصل على بعضه، والإكستنشن اللي هو لما يمتد المفصل، كويس؟ فكل مفصل من المفاصل، مثلا في عندي مفصل الـ elbow، كويس؟ joint او الكوع بالعربي، في له حركه محدده، فليكشن اكستنشن، كذلك الرقبه، كذلك اللي عندي الكتف، كذلك الفخذ، كذلك الهب اللي هو الحوض، فهذا اسمه الرينج اوف موشن. في ناس بيكون في عندهم مشاكل مثلا زي الارثرايتس، او اللي هو الريموتويد ارثرايتس او الروماتيزم بالعاميه بنسميه احنا، كويس، اللي هو الالتهاب المفاصل الروماتيزمي. هذول الناس بيكون في عندهم آلام شديدة أثناء حركة المفاصل، فبالتالي بدي أكون ماخذ حذري وأنا بعملهم عناية أو بعملهم بيثينج أو شاورينج أو غيره. كذلك الأديكوينت باسل سترينث لقدرة الشخص على تحريك عضلاته المختلفة، وخصوصا نحكي عن اللي هو السكيلتو المسكلو سكيلتال ماسلز، أو اللي هم نسميهم العضلات المخططة باللغة العربية. The client's preferences كمان هذا مهم كثير، هل المريض بده شامبو، هل بده صابون، هل بده مش عارف ايش، كل واحد حسب ايش، حسب رغبته الشخصية. في ناس مثلا بتحب تنظف اسنانها بمسواك، في ناس بتحب تنظف اسنانها بمعجون اسنان، في ناس عندهم نوع معين من معجون الاسنان بيستخدمه، وهكذا. الكوجنيشن والموتيفيشن اللي هي القدرات العقليه، وخلينا نحكي الحماس او التشجيع او الموتيفيشن او القابليه لانه ينظف حاله او يساعدنا بانه ينظف حاله. ذا كلاينتس فانكشنال ليفل اللي هو القدرات الوظيفيه للشخص، زيرو كومبليتلي اندبندنت، بمعنى انه بنعطي المريض زيرو اذا كان قادر على ايش، على العنايه بنفسه بشكل كامل، كويس، و بلس 4 اذا كان توتالي ديبندنت، بلس 4 معناتها بحاجه لعنايه كامله. ريد تيبل 33.2 ريج اوف بيج 74 لديفينيشنز اون ديسكريبشنز اوف كلينيكال او فانكشنال ليفلز، تمام، ممكن تطلعوا عليه اذا عندكم الكتاب، لكن اللي بهمنا هسه تعرفوا انه احنا الهايجين كير او البيرسونال هايجين بيعتمد على الفانكشناليتي او اللي هو الفانكشنال ليفل، كويس، انه ما بين انه المريض يكون كومبليتلي اندبندنت أو يكون completely dependent. هلا من الأشياء الثانية اللي بنعملها إحنا في الهيلث هيستوري اللي هو the presence or current skin problems. إذا كان في عندي مشاكل فيما يتعلق بإيش بالجلد. أولاً اللي هو الأبريجن، كويس، والأبريجن المقصود فيها اللي هي التشققات أو ممكن نسميها التقرحات، تمام؟ excessive dryness اللي هو الجفاف، ومرضى السكري على فكرة بيكون في عندهم جفاف في أجسامهم، وبعض المرضى الآخرين مثل اللي عندهم end stage renal disease أو اللي هي renal failure أو اللي هي الفشل الكلوي. أحيانا في عندي الأمونيا dermatitis أو اللي هي بالعربي اللي تسلخات أو السماط، كويس، احنا بنسميه باللغه العاميه، هذا اللي هو الامونيا ديرماتاتس، واللي بيكون اكثر عند الاطفال الصغار او حتى كبار السن اللي بيستخدموا الدايبرز او الحفاضات. الاكني اكثر شيء عند الشباب اللي هي حب الشباب. الريذيما اللي هي الاحمرار، طبعا ممكن تكون مشاكلها كثيره او يعني اسبابها كثيره، او احيانا في عندي الهيرسوتيزم او اللي هي الاكسسيف جروث اوف هير اللي هو النمو الزائد للشعر ببعض مناطق الجسم او بالجسم بشكل عام. طبعا هذول من ضمن ايش، من ضمن الاسسمنت، كويس. بعض الاشياء بحاجه لعنايه زائده، مثلا لو قلنا واحد او طفل صغير عنده امونيا ديرماتايتس لازم نستخدم له مثلا
مواد فيها زي مثلا زنك اوكسايد، حتى ايش، حتى نقلل من الديرماتاتس. احيانا ممكن نستخدم يعني خلينا نحكي كريمات فيها هيدروكورتيزون، او مثلا ممكن نستخدم كريمات فيها انتي بايوتيك حتى نمنع حدوث التهابات او نسيطر على الالتهاب للاشخاص اللي عندهم ديرماتاتس. ديرماتاتس اللي هو التهاب الجلد. الان الفيزيكال اسسمنت وبرضه كذلك هذا ان شاء الله راح تاخذوه بشكل مفصل بالفيزيكال اسسمنت او بالفيزيكال اكزام او بالهيلث اسسمنت. و it involves inspection and palpation. inspection اللي هو الرؤية، تمام، نطلع على الجلد، في عندي مشاكل، في عندي جفاف، في عندي مشاكل فيما يتعلق بالديرماتيتس، في عندي مشاكل فيما يتعلق بالليجنز، كويس، فيما يتعلق عندي مشاكل فيما يتعلق بالإحمرار بلون الجلد كذلك أو بنمو الشعر الزائد. البالبيشن اللي هو الحس، إذا كان في عندي مثلا مناطق معينة بدي أشوف إذا فيها خلينا نحكي التهابات، كويس، أو ليجنز. الليجن اللي هي المشاكل اللي بتصير بالجلد زي الأورام مثلا، كويس، زي الندب، كويس، اللي بتصير على الجلد. طبعا يفضل الفيزيكال اكزام انه ينعمله اثناء الشخص بيتحمم، حتى ناخذ احنا ايش، حتى نطلع على الجلد كاملا زي ما قلنا قبل فتره انه from head to toe، يعني من راسه حتى اخمص قدميه. كذلك nurses collect data about skin color. طبعا skin color راح تتعلمه ان شاء الله، راح تشوفوا انه مثلا ممكن يكون في عندي الرذيمه احمرار redness، ممكن يكون في عندي pale color اللي هو اصفرار، ممكن يكون في عندي cyanosis ازرقاق، احيانا ممكن يكون بعض المناطق فيها لون اسود نتيجه اللي هو مثلا زي ما قلنا قبل شوي اللي هي diabetic foot او اللي هي الجانجرينوس انفكشن، تمام. فهذا كلياته من ضمن الاسسمنت. uniformity of color، يعني هل كل الجسم له نفس اللون ولا هل مناطق معينه في الجسم لها لون مختلف. التكستشر اللي هو الملمس. التيرجر اللي هو حركة السكن، كويس، تتذكر وإحنا أولاد صغار كان بدك تعرف إذا أنه صايم ولا لا، بتلاقيه مثلاً مسك الجلد بيقول لك أنه آه والله صايم، لأنه مثلاً الجلد بيأخذ فترة عبين ما يرجع نتيجة إيش، نتيجة الديهايدريشن أو الحرمان من الماء. فهذا التيرجر، السكن تيرجر، بدلني على أنه في عندي ويل هايدريشن أو لا، يعني في عندي خلينا نحكي كميات كافية من الماء في الجسم ولا لا. التمبريتشر الحرارة، وقلنا كيف قياس الحرارة، وأهمها قلنا اللي هو عن طريق الجلد اللي هو عن طريق الفورهيد. كذلك الانتاكتنس، الانتاكتنس اللي هي الشمولية تسموها، أو بسموها خلينا نحكي إنه الجلد ما في جروح قطعية، ما في مشاكل. والليجنز قلنا من ضمنها أو من أمثلتها الندب، أو من ضمنها الـ مثلا البهاق مثلا واحدة من الليجنز، أو المشاكل الأخرى اللي ممكن تصيب الجلد. الآن تعريف بسيط لبعض المشاكل اللي ممكن تصيب الجلد اللي هو الأبريجن، قلنا اللي هو القضية بالعربي اللي هي الممكن اللي هو التشققات اللي بتكون بالجلد، لكن أحيانا ممكن هاي تكون localized بمنطقة معينة، وبعد ذلك ممكن يكون في عندي bleeding، كويس، اللي هو نزيف، أو أحيانا ممكن يكون في عندي سيروز discharge. والسيروز discharge اللي هو التقيح، كويس، يعني ممكن تكون هاي الابريجن فيها تقيحات. الاكسسيف دراينس اللي هو زياده في جفاف الجلد، احيانا ممكن نقول الامونيا ديرماتاتس او احنا بنسميها الدايبر راش، او اللي هو التسلخات اللي ممكن تصيب خصوصا منطقه البرينيال اريا. الاكني قلنا اللي هو الحب الشباب اللي هو انفلاماتوري بروسيس او انفلاماتوري كونديشن، والاريديما اللي هو الاحمرار، والهيرسوتيزم اللي هو الاكسسيف hair growth أو اللي هو النمو الزائد للشعر. هلأ مين الأشخاص أو مين المرضى اللي ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الجلد؟ أولاً الأشخاص اللي عندهم limited joint mobility، يعني هذول الناس اللي بيكونوا مش قادرين يحركوا مفاصلهم وأطرافهم. الناس اللي عندهم dehydration، الناس اللي عندهم جفاف، الناس اللي بياخذوا chemotherapy أو radiotherapy. الكيموثيرابي اللي هو العلاج الكيميائي، والراديوثيرابي العلاج بالأشعة، وهذول الناس بيكون في عندهم dryness of the skin، كويس، وبعدين السكن بيصير في عندهم fragile. شو يعني fragile؟ يعني easy to abrade، يعني بمعنى آخر سهل يصير في عندهم تشققات في الجلد. الناس اللي بيكونوا immunosuppressant أو الناس اللي بيكونوا اللي هم مناعتهم نازلة، هم نفسهم مثلا ممكن يكونوا نفس مرضى الكيموثيرابي، او حتى بعض الاحيان مرضى السكري، لانه السكري بيؤدي الى انخفاض المناعه.
reduce sensation، الناس اللي بيكون في عندهم مشاكل في الإحساس من ضمنهم كذلك مرض السكري، لكرونيك ديزيزز الاند ستيج رينال ديزيز او اللي هو الرينال فيلير او الفشل الكلوي كمثال، الناس المصابين بالسكري، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندهم سي او بي دي او اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز او اللي هو التضيق بالقصبات الهوائيه والازمه. الاكسسيف سكريشن تمام او اللي قلنا عنها اللي هو الاكسسيف سويتنج، أو الناس اللي عندهم بعض المشاكل في الجلد وتؤدي إلى مثلاً الخراج زي ما قلنا قبل شوي، أو اللي هو الإنتانات، أو اللي هي السيروز أو التقيحات، كلها نفس المعنى. الناس اللي بيكونوا مال نيوتريشن، عندهم مال نيوتريشن أو مال نيورش اللي هو مشاكل فيما يتعلق بسوء التغذية كويس، وخصوصاً فيما يتعلق مثلاً بالفيتامينز كويس، وبنحكي بشكل محدد عن فيتامين A كويس كإله دور رئيسي في المحافظة على الانتاكتنس للجلد، أو اللي هو المحافظة على أنه يكون الجلد يعني ما في مشاكل ولا في أبريجن. والليميتد سنسوري أبيليتي، أو أحيانا ممكن يكون مشاكل عنده الشخص في زي ما قلنا قبل شوي بالفيجن، أو ممكن يكون عنده مشاكل بالإحساس بالجلد. هلا الناس اللي بيكونوا عندهم المشاكل هاي كلياتها ما بيقدر يعتنوا بحالهم، نعطيهم نيرسينج دياغنوسيس هو أكتوال nursing diagnosis اسمه self care deficit. طبعا لازم نحدد ايش هو self care deficit، هل هو self care deficit او اللي هو المشكله في العنايه الذاتيه، هل هي بالبيثنج والهايجين اللي هي بالحمام، هل هي بالدريسنج والجرومينج تمام اللي هو المقصود في اللبس والتصفيف الشعر والتصفيف الجسم بشكل عام او الشعر بالجسم، التويلتينج الذهاب بالحمام الذهاب الى الحمام. فهذا هذول كلياتهم الثلاثه هم عباره عن سبيسيفايرز او كواليفايرز. الان ريليتد تو اللي هو الايتيولوجي، الان الاسباب ممكن تكون الضعف العام، التايردنس التعب العام، الالم، ممكن يكون في عندي كوجنيتيف مشاكل عقليه زي ما قلنا قبل شوي، او ممكن يكون في عندي مشاكل بالاحساس او ثيرابيوتيك بروسيجر زي ما قلنا الكيموثيرابي والراديوثيرابي، كلياتها بتؤدي لايش؟ للام موبيليتي تمام. احيانا ممكن يكون في عندي الكاست، اذا المريض عنده كاست اللي هو الجبيره، او الاي في اف اللي هو الانترا فينوس فلويد. اوكي الانترا فينوس فلويد او اللي هو المقصود فيه المحاليل الوريديه، يعني واحد مركب له مغذي او محلول وريدي تمام ماله ما بيقدر يروح على الحمام، فبالتالي بحاجه لمساعده. الان الريليتد تو او هو الديفيسيت نوليدج ريليتد تو، احيانا ممكن يكون مش ديفيسيت نوليدج عفوا الديفيشينت نوليدج كويس، ممكن يكون عند المريض هذول deficient knowledge أو نقص في المعلومات فيما يتعلق بالskin care related to lack of experience related to new therapeutic regimen كويس، أو اللي هو الحمية الدوائية الجديدة، إنه والله مريض بده ياخذ كيموثيرابي بنقول له والله إنك لازم تتحمم بمي دافية، لازم تستخدمش مي حامية، لازم تستخدم صابون من نوع معين وهكذا. lack of experience قلة الخبرة فيما يتعلق بالhygienic care أو unfamiliarity with the devices available to facilitate sitting or rising from a toilet، بمعنى أنه أحيانا ممكن المريض يجي على المستشفى وهو مش عارف كيف يستخدم الحمام، فبنعطيه nursing diagnosis اسمه إيش deficient knowledge. أحيانا الناس هذولا ممكن يكون في عندهم situational low self-esteem اللي هو نقصان في تقدير الذات بسبب إيش، بسبب المشاكل اللي بتؤدي إلى خلينا نحكي تغيرات في شكلهم نتيجة الهايجين كويس. يعني مثلا ممكن واحد يكون عنده سورايسيس كويس، السورايسيس اللي هو الصدفية كويس، ممكن الناس يكون في عندهم صدفية وهذا بيؤدي إلى سكيلينج تقشر الجلد، وبالتالي بصير شكله المريض شوي مش مرغوب، أو يعني خلينا نحكي بتصير الناس تنفر منه، فهو بصير يشعر بإيش، يشعر بأنه في عنده يعني قل باحترام ذاته مثلا، او يشعر بالعزله نوعا ما كويس، عشان هيك نعطيهم اللي هو situational low self esteem. احيانا ممكن الناس زي ما قلنا قبل شوي يكون في عندهم اكني حبوب شباب بالوجه، هذا بيؤدي ل situational low self esteem. او alopecia، alopecia
تساقط الشعر، سواء كان تساقط الشعر نتيجة مرض معين أو نتيجة مثلا الكيموثيرابي أو نتيجة التقدم في العمر. البادي أودر كذلك، في ناس قلنا إنه عندهم إيش إكسسيف سويتنج، هذول الناس بتعرق كثير فبتلاقي ريحة جسمهم تطلع بسرعة، فهذا ممكن يصير في عندهم لو سيتويشنال سيلف استيم. أحيانا بعض الناس ممكن يكون في عندهم ريسك فور، ريسك فور قلنا عنه ماله هذا، بوتنشال نيرسينج دايجنوسيس، ريسك فور امبيرد سكين انتجريتي اند امبيرد سكين انتجريتي. احيانا ممكن يكون اكشوالي صار في عندهم ابريجن زي ما قلنا قبل شوي، صار في عندهم ليجن كويس، صار في عندهم كات داون سكين كات داون، فهاي كلياتها نيرسينج دايجنوسيس متعلقه بالسكين ومتعلقه بالبيرسونال هايجين. هلا بالنسبه للبلاننج، يعني بمعنى انه والله احنا حطينا النيرسينج دايجنوسيس هذولا، فبنبدا ايش نكتب البلان، وقلنا هاي طبعا مراجعه لكل النيرسينج بروسيس ان البلان تتضمن اللي هو الجولز الاوتكمز والانترفينشنز كويس، سيتنج جولز سيتنج برايورتيز اند ايش سيتنج او سيلكتنج ذا موست ابروبريت نيرسينج انترفينشنز، هذا هو البلاننج. In planning care, the nurse is if appropriate, the client and the family set the outcomes for each nursing diagnosis. تمام؟ أولاً, to increase self-care ability, هذا للself-care deficit. To increase patient knowledge, هذا broad goal أو broad statement فيما يتعلق ب deficient knowledge. Promote self-esteem, هذا لل-low situational self-esteem اللي حكيناها قبل شوي. Prevent complication, هذا للrisk for ايش؟ impaired skin integrity. The nurse then perform interventions and activities to achieve مثل assisting dependent client with bathing, skin care, perineal care, providing back massage, instructing client and families about hygienic practices and demonstrating use of assistive equipment. يعني إذا المريض مش كانش قادر يستخدم أدوات العناية الشخصية، أنا بعلمه كيف يستخدم أدوات العناية الشخصية المختلفة. من ضمن البلانينج كذلك في عندي سبيشال كونسيدريشن، زي ما قلنا البيرسونال بريفرنسز، متى وكيف بده يتحمم الشخص مثلا، الكلاينت هيلث اللي هو الحاله الصحيه العامه، الليميتيشنز زي ما قلنا قبل شوي انه في ممكن يكون في عندي جوينت اموبيليتي، ممكن يكون هذا المريض عامل سيرجري ونايم، ممكن يكون عنده كوما ونايم، فهذا بيعمل الليميتيشن. ذا بيست تايم تو جيف كير، the equipment ايش الاشياء اللي احنا بنستخدمها للعنايه الشخصيه، وكذلك assist the client comfort with the gender of the caregiver. يعني بمعنى انه والله مهم جدا انه والله الفيميل يعني تحممها او خلينا نحكي تساعدها بالعنايه الشخصيه فيميل كويس، والميل يساعده ميل، وهكذا حتى نتجنب الامبارسنج، وخصوصا انه الراعي اللي هو المودست individuals او اللي هو المودست values of each individual. بالنسبة للimplementation اللي هي المرحلة الثالثة أو الثالثة في النيرسينج بروسيس، زي ما قلنا بدنا نحافظ على اللي هو الانتاكت سكين أو اللي هو الفيرست لاين أوف ديفنس. The degree to which the skin protect the underlying tissues from injury depends on the health of the cells. بمعنى إنه والله إحنا لازم نحافظ على السكين نظيف، نحافظ على السكين رطب، تمام، حتى نمنع المشاكل اللي ممكن تصير. وأحيانا ممكن نستخدم بعض أنواع الكريمات، طبعا هذا بيستخدم زي ما قلنا إيش حسب ما بفضل الشخص للمحافظة على المويشتر أو اللي هي رطوبة الجلد. أحيانا ممكن نستخدم بعض الأنتي أو خلينا نحكي نسميها الدي أودرنت أو اللي هي تبعت مزيدات العرق حتى نحافظ على ريحة الجسم. طبعا كل هذا زي ما قلنا هذا بيعتمد على البيرسونال بريفرنسز، وكذلك بعض السكن، بعض المشاكل ممكن تكون بعض الناس عندهم سنسيتيف سكن، أحيانا ممكن يصير إريتيشن زي مثلا الألباينو كويس، او اللي هم اللي بيكونوا بيض اللي شعرهم ابيض وجسمهم ابيض، هذا بيكون عندهم السكن فيري سنسيتيف كويس، وبكون في عندهم فوتو سنسيتيفيتي يعني عندهم حساسيه لاشعه الشمس، يعني حتى بتلاقيهم دائما ايش بتلاقيهم دائما لابسين ملابس طويله حتى لو كانوا مثلا بالصيف ما بيقدروا يكشفوا عن اجزاء من جسمهم نتيجه الفوتو سنسيتيفيتي الشديده، فبالتالي بعض السكن بدها نوع خاص من المراعاه. احيانا ممكن نستخدم بعض الايجنتس زي ما قلنا اللي هي الكريمات او بعض الشامبوهات للعنايه بالجلد، واحيانا بعض المشاكل الصحيه تتطلب نوع معين ونوع خاص من الصابون مثلا او الشامبو. البيثنج وهذا راح تاخذوه ان شاء الله في العملي كويس بشكل مفصل. الهدف من البيثنج، الهدف العام، اولا to remove accumulated oils perspirants
dead skin cells and some bacteria, إنه لإزالة الزيوت المتراكمة على الجسم، لإزالة التعرق أو أثار التعرق، لإزالة الخلايا الميتة، ولإزالة إيش؟ جزء من البكتيريا اللي موجودة على الجلد للمحافظة على نظافة الجلد. ثانياً، هاي العملية بتعمل stimulation للcirculation اللي هو تنشيط للدورة الدموية. كذلك it produces a cell a sense of well-being and relaxing، زي ما قلنا إنه بتساعد الشخص على الشعور بالاسترخاء والشعور بالراحة والمحافظة على الشكل العام وself-respect، تمام؟ اللي هو احترام الذات. كذلك it offers an excellent opportunity to assist the client، بمعنى إنه زي ما قلنا قبل شوي إنه بتوفر لنا فرصة ملائمة جدا لأنه نعمل assessment أو تقييم للجلد بشكل عام، هل في عندي مشاكل، هل في عندي جروح، هل في عندي احمرار، هل في عندي اصفرار، هل في عندي ازرقاق بمنطقة معينة من الجلد وهكذا. هلا في عندي two categories of baths that are given to client، في عندي cleaning baths، تمام؟ اولا اللي هو الكومبليت بيد باث، المريض نايم على السرير ما بيقدر يتحرك من السرير، انا بعمل له بيثنج داخل السرير، هذا واحد. احيانا في عندي سيلف هيلب بيثنج، تمام، اللي هو انه المريض بيساعدني، كلاينت كونفايند تو بيد، المريض نايم بالسرير لكنه بيقدر يساعدني، بيقدر يساعدني بغسيل مثلا مثلا المريض الممرض او المرضى بيحتاج انه يغسل ظهره او اقدامه وهو بيغسل الاجزاء الثانيه من جسمه. في عندي البارشال بيثنج او اللي هو الابريفييتد بيثنج، اللي هو اونلي بارتس اوف ذا كلاينتس بودي ذات مايت كوز ديسكومفورت اور اودر اف نيجليكتد ار واش، بمعنى انه بعض الاجزاء من جسم الانسان او من جسم الشخص هذا المريض اذا تركت مهمله ممكن تطلع ريحه، فعشان هيك بدنا ايش؟ بدنا نحممها، يعني مش حمام كامل، مثل الوجه، مثل الايدين، مثل منطقه الاكزيلا اللي هي منطقه تحت الابط، او البرينيال اريا قلنا اللي هي منطقه الـ 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 اللي هي البرايفت اريا، الاعضاء التناسليه، كويس، والباك اللي هو الظهر. احيانا في عندي الباك باث. ايش الباك باث؟ الباك باث is an in-bed bath that use pre-soaked disposable washcloths that contain no rinse cleaner solution، بمعنى انه هذا المريض بدل ما احممه انا بالمي والصابون بحممه بايش؟ بحممه بنوع من الواش كلوث. الواش كلوث اللي هي يعني زي قطعه من الاسفنج مثلا او ليفه بالعربي، هاي الليفه كويس بيكون فيها نورنز كليزنر، يعني ماده بتنظف بس مش بحاجه اني انا احط مي وازيلها، يعني خلص زي كاني يعني زي الهايجين بس ما بتكون فيها الكحول ولا بتكون اريتيتنج للسكن، لانه السكن الالكحول او اي شيء بيحتوي على الكحول ممكن يعمل سكن اريتيشن. احيانا ممكن احط هذا الواشينج كلوث او الليفي هاي داخل مايكرويف حتى ادفيها شوي قبل ما احمم المريض. في عندي التوب باث اللي هو الحمام بالبانيو، كويس، او الحمام بانه المريض يعني ينقح حاله بالمي بمعنى اخر. I often prefer to bed bath، بفضلها افضل من البيد باث اذا كان المريض زي ما قلنا اندبندنت وقادر يروح على الحمام وما عنده مشاكل ممكن تمنع انه المريض هذا يتحمم. طبعا ممكن يتحمم وهو نايم، ممكن يتحمم وهو قاعد. طبعا في عندي زي ما قلنا سبيشال اكويبمنتس ممكن احنا نستخدمهم حتى نساعد هذول المرضى يتحمموا وينظفوا اجسامهم اذا كانوا قادرين يعملوا هذا الشيء. في عندي السبونج باث اللي هو ار سجستد فور نيو بورن. السبونج باث اللي هو بنستخدم نفس الشيء، بنستخدم سبونج معناتها اسفنجه، بنستخدم اسفنجه كويس، والاسفنجه هاي ممكن نحط فيها صابون ونحمم الولد بعدين نعمل له رينزنج وهكذا. طبعا هي للنيو بورن، نيو بورن اللي هو الوليد الجديد، كويس، او الشاورينج، والشاور يعني معروف انه المريض بيكون واقف، طبعا لازم يكون المريض قادر على انه يوقف بشكل عمودي. هلا بالنسبه للحمام بشكل عام درجه الحراره المفضله لازم تكون من 43 ل 46 سيليسيوس سنتيغريد. هلا الثيرابيتك باث، اذا كلياتها هاي كلياتها اللي درسناها واللي حكيناها الكاتيجوريز الباث احنا بنعملها من غير دكتور اوردر، يعني اندبندنت نيرسينج اكشن. لان في عندي ثيرابيوتيك باثس، يعني حمام بيطلب المريض، عفوا بيطلب الطبيب للمريض انه احنا ايش نحممه، required by ايش physician order، يعني هو عباره عن dependent nursing care. اولا نتاكد من temperature of water، كويس، body surface to be treated، ايش المنطقه اللي لازم تتنظف،
وكذلك التايب اوف ميديكيتد سوليوشن. بالعاده نستخدم احنا ايش سوليوشنز معين، يعني مثلا مريض بده يروح يعمل ليفر سيرجري، كويس، بيطلب الدكتور مثلا انه نحممه بايودين بوفيدين سوب، كويس، اللي هو صابون بيحتوي على ماده الايودين، بنحمم مثلا منطقه البطن، كويس، ودرجه الحراره لازم تكون محدده، كويس. الان كذلك احيانا ممكن انه بعض المشاكل، كويس، الصحيه بحاجه لنوع معين من الحمام، وحتى احيانا بحاجه لانه المريض يعمل اللي هو سيتس باث. سيتس باث انه ممكن يقعد مغاطس يعني بالعربي، كويس، ممكن يقعد بمي، وهي المي تحتوي على الايودين، وبعدين احنا ننظف المنطقه هاي بعد ما يقعد المريض فيها، خصوصا لمنطقه البرينيوم. احيانا ممكن نستخدم بعض الميديكيشنز ونحطها في الووتر، يعني مثلا الطفل الصغير ممكن عنده ميسلز، كويس، او اللي هي الحصبه، كويس، فهذا بحاجه لنوع معين، او اللي عفوا مش الحصبه، اللي هو الجدري، كويس، اللي هو تشيكن بوكس، بحاجه لنستخدم ميديكيشن معين حتى نحمم الجسم كاملا. طبعا جنرالي تيكن ان ا تب 1/3 اوف هاف اوف ذا فول، يعني بنعبي التب هذا او البانيو ثلثينه، او عفوا ثلثه، كويس، والمريض بيظله من 20 ل 30 دقيقه، ودرجه الحراره من 37.7 ل 46، واحيانا ممكن نرفعها شوي للانفنتس، كويس، اللي هي 40 ونص، او عفوا نقللها شوي بدل ما تصير 46، 40 ونص للانفنتس اللي هم الاطفال في السنه الاولى من عمرهم، كويس. هلا بالنسبه للتيتشنج او للشيء اللي احنا بنعلمه للمريض اللي عنده دراي سكن، اولا يوز كلينزنج كريم تو كلين ذا سكن راذر ذان سوب. هذا المريض اللي عنده مشاكل جفاف زي مرضى السكري، او زي المرضى اللي بياخذوا كيموثيرابي، او اللي بياخذوا راديوثيرابي، انه بدل ما نستخدم صابون حتى ننظف اجسامنا، نستخدم كلينزنج كريم، كريم منظف للجلد، هذا واحد. اثنين، يوز باث اويل، بعد الحمام ندهن جسمه بالزيت، ننصحه انه يدهن جسمه بالزيوت، الزيوت اللي تستخدم بعد الحمام. ريموف رينز سوب ايميديتلي فروم سكن اف يوزد، اذا حصل والمريض استخدم صابون لتنظيف جلده، بنقول له مباشرة غسل جلدك بالماء حتى يروح الصابون هذا، لأن وجود الصابون لفترة طويلة بيزيد من جفاف الجلد. bath less frequently، إنه تحمم بقدر أقل، يعني إذا أنك متعود مثلا تتحمم كل يوم، خليها يوم بعد يوم. ليش؟ لأنه كل ما زاد الحمام كل ما زاد السكن درينس. increase fluid intake، زيادة في مستوى السوائل اللي بيأخذها الشخص حتى يحافظ على السكن هايدريشن. هيوميديفاي ووتر، انه رطب المي دفيها، بدل ما تكون لا بتغلي المي ولا تكون بارده، تكون ايش دافيه حتى يتحمم فيها ومقبوله. وبعد الحمام يوزنج موستشرايز كريم، او اللي هو الكريمات المرطبه، واللي هو اللي بتحتوي على ماده اللانولين او البتروليوم جل، او اللي هو الفازلين، او الفازلين، تمام، او اي كريم ثاني. هلا اذا المريض كان في عنده سكن راشز، سكن راشز اللي هي احمرار بالجلد، لازم يحافظ على المنطقه نظيفه وجافه، واحيانا ممكن نستخدم اللوشن اللي هو الكريمات او اللوشن بالعموم حتى نمنع السكن اتشنج اللي هي الحكه، وكذلك افويد سكراتشنج ذا سكن، انه يتجنب الحكه، لانه احيانا ممكن بعد الحكه يصير في فقدان لجزء من الجلد ويصير في ابريجن تقرحات، وكذلك ممكن نستخدم كوتون كلوث، تمام، اللي هي الملابس القطنيه، يلبس الملابس القطنيه حتى يقلل من السكن راشز. حتى احيانا بتروحوا تشتروا مثلا ملابس بتكون كاتب لك، خصوصا الملابس الداخليه، انه والله هاي ملابس ضد الحساسيه، تمام، ما بتعمل حساسيه، خصوصا تكون مصنوعه من القطن. بالنسبه للناس اللي عندهم اكني، او اللي هي حب الشباب، ممكن ننصح الناس انه to wash their face frequently with soap and hot water to remove oil and dirt، لانه بصير في عندي ديسشارج، بصير في عندي خراج، بصير في عندي زيوت، بصير في عندي هاي الاشياء والاوساخ بتجف، فلذلك ننصح الناس انه غسل وجههم بالمي والمي الدافيه والصابون. وافويد يوزنج اويلي كريم، انه يتجنب الكريمات الزيتيه او الزيوت. وافويد يوزنج كوزماتكس، اللي هي مواد التجميل. ليش؟ لانه مواد التجميل
بتعمل بلوكينج للسيباشوس جلاندز او اللي هي الغدد الدهنيه اللي حكينا عنها في البدايه اللي بتساعد على انتاج الفيتامين دي. وكذلك نيفر سكويز ذا ليجن، انه ما يعني ننصح الشخص هذا ما يضغط على الليجن هذا او اللي هو الحبه، حبه الشباب هاي، ويطلع محتواها لبرا، خليها تطلع لحالها كويس وتجف، بعدين غسلها ونظفها بماء ساخنه وصابون. هيك بنكون انتهينا من الهايجين. زي ما قلت لكم محاضرتنا اليوم قصيرة ما فيها تفاصيل كثيرة زي المحاضرات الماضية، فالآن إن شاء الله بنفتح المجال للي بده يسأل.